مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. مجلس الدفاع الوطني يوافق على استمرار مشاركة القوات المصرية في التحالف العربي لحماية الأمن القومي بباب المندب. الرئيس السيسي يكلف الحكومة بضبط الأسعار وتوفير السلع وتحسين منظومة الخبز قبل حلول شهر رمضان. حسام البدري مديرا فنيا للأهلي خلفا لجريدي. والزمالك يسعد جماهيره بالصعود لدور الـ16 مكرر في الكونفدرالية.